أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن حجم المشاركة الكبيرة في الانتخابات يؤكد ما وصلت إليه المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين من نضج بفضل وعي شعب مملكة البحرين. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بنسبة المشاركة غير المسبوقة من قبل الناخبين وكذلك نسبة المترشحين التي تدعو للفخر والاعتزاز، معربا عن سعادته بالمشاركة في العرس الانتخابي والذي تجلى من خلال الحماس الكبير والإقبال منقطع النظير من قبل المواطنين للمشاركة في العملية الديمقراطية. أنا سعيد اليوم بالمشاركة في انتخابات المجلس النواب، والحقيقة يعني أنا أعجبت بالإقبال الكبير والصفوف الطويلة، والكل يحاول أن يشارك في هذا الواجب الوطني، وهذا الإقبال الكبير إن دل على شيء فإنما يدل على نضج مسيرتنا الديمقراطية، ليس فقط بالنسبة إلى الناخبين إنما أيضا بالنسبة لعدد المرشحين والمنافسة الشديدة. وهذا هو الحقيقة طريقنا نحو المستقبل، بحيث أن هذا يعتبر ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم، الذي أرسى قواعد هذه الديمقراطية على أسس قوية وراسخة،